بنبدأ إن شاء الله موضوع developmental disturbances of teeth. developmental disturbances of teeth هنتكلم على الأبنورماليتيز اللي بتيجي في السنان. أولاً برضو عايزين نراجع شوية على الترمز اللي احنا المفروض عارفينها. كلمة congenital يعني حاجة بترمز للزمن، congenital يعني حاجة seen at birth، بشوفها أول ما بيحصل، موجودة في فترة الولادة أو shortly after birth. دي ما بتدينيش أي indication على السبب، هي حاجة بترمز للوقت بس. حاجة congenital يعني شفتها وقت الولادة. كلمة developmental يعني حاجة ليها علاقة بفترة development، are those resulting from disturbance in normal development. يبقى الوقت اللخبطة اللي بتحصل في development والجراث هي دي اللي بتعمل لي developmental disease. منهم حاجات ممكن الحاجة اللي during اللخبطة اللي بتحصل during development دي ممكن أشوفها at birth فأسميها congenital وقت الولادة، أو أن أنا ممكن أشوفها في وقت متأخر. طب إيه اللي إحنا هنا الشابتر بتاعنا ده اسمه developmental anomalies أو developmental abnormalities. إيه developmental anomalies عندنا ممكن تكون سببها حاجة من اتنين، يا إما تكون سببها environmental factor. هنا طبعا بنتكلم على الوسط أو البيئة المحيطة بالجنين وهو بيتكون، يعني فتبقى دي حاجة مكتسبة. يعني هو الجنين أول ما اتكون زايجوت ما كانش عنده المشاكل دي، ما كانش أو ما كانش ما هيحصل له أو المفروض هيطلع عنده disturbances دي، لكن جدت حاجة في البيئة المحيطة اللي بيه وهو بيتكون كجنين فاكتسبها، بقت acquired environmental factor، حاجات في البيئة مكتسبة خلت حصلت عندي الأبنورماليتي. أو ممكن تكون حاجة كانت مكتوبة من الأول في الجينات، فده بسميها حاجة هيريديتري أو جيناتيك فاكتور. فلو احنا حبينا نقسم الدنتال أبنورماليتيز، في عندنا الأبنورماليتيز اللي بتيجي في السنان ممكن في حاجات ليها علاقة بالنمبر، وحاجات ليها علاقة بالسايز، وحاجات ليها علاقة بالشيب، وفي حاجات ليها علاقة بالستراكشر اللي هو الإنامل والدنتين هنتكلم عليها في الآخر. أول حاجة لو حابين نتكلم على الأبنورماليتيز اللي بتيجي في النمبر، طبعا أنا بتكلم على العدد، العدد هيحصل فيه يا إما هيزيد يا إما هينقص، تمام؟ فلو أنا عندي هنا ديكريز بسميها أنودونشيا. طبعا إحنا متفقين إن حرف الآ ما بيجي في الأول ده يعني بينفي، أنودونشيا يعني مفيش سنان. ففي ساعات ناس تقول أنودونشيا يعني توتال أنودونشيا مفيش سنان خالص، أو بارشال أنودونشيا يعني في بعض السنان موجودة وبعض السنان مش موجودة، أو يكون في زيادة في العدد. الزيادة دي بيسموها إيه؟ هايبردونشيا. وخلوا بالك ما بيسموهاش ايه ماكرو، مش كبيره، ماكرو يعني كبيره لكن هايبر زياده في العدد. فزي ما قلنا الابنورمال الانودونشا دي ممكن تكون توتال يعني ما فيش سنان خالص، او بورشال يعني في بعض السنان هم اللي ميسنج. لكن الهايبردونشا او زياده عدد السنان قالوا ان احنا بنقسمهم لحاجه اسمها بري ديسيديوس دنتيشن، يعني قبل ما مجموعه من السنان بتطلع، قبل ما تطلع ديسيديوس دنتيشن، او حاجات اسمهم اكسترا تيس بيسموهم او يعني هايبردونشيا سنان زياده، ممكن يسموهم سبليمنتال او يبقوا نوع سبليمنتال او سوبرنيمري، وهنعرف الفرق ما بين السبليمنتال والسوبرنيمري. فلو رجعنا تاني على موضوع النمبر، نقول تاني ان النمبر هنا بتاع التيس، لو انت فاكر من ايام ما كنت تاخد البيولوجي او الامبريولوجي دنتال بيولوجي، كان بيقول لك ان النمبر بتاع السنان بيتاثر او يعني بيتحكم فيه او بيبقى موجود في مرحله اسمها الانيشيشن ستيج. يبقى الانيشيشن ستيج هي المرحله اللي بيحصل فيها تحديد عدد السنان، فاللي بتتكون فيها عدد التوث بود، التيث بود اللي هتطلع لنا بعد كده سواء كانت بزياده او بالنقص، ده اسمه ايه انيشيشن. انيشيشن يعني ان تتكون توث بود. فهنا قالوا لنا ان عدد السنان لو قل، قلنا احنا بنسميه اما انودونشيا يعني مفيش سنان، يا هايبودونشيا عدد سنان قليل، يا اما يكون هنا انكريز يبقى هايبردونشيا. الهايبردونشيا او الانكريز قالوا ممكن تكون بريديسيديوس سبليمنتال او سوبر نيمري، هنتكلم عليهم ان شاء الله بالتفصيل. وممكن يكون ان انا هنا عندي ايه الديكريز بقى. هنا هنفرق ما بين ثلاث يعني مسببات للديكريز. ممكن يكون الديكريز ده ترو يعني فعلا انما الاورجان ما اتكونش، وممكن يكون الديكريز ده سودو يعني السنه موجوده بس انا مش شايفاها في الاورال كافيتي، ممكن تكون انفكتد. ممكن تكون الهايبودونشيا دي فولس، فولس يعني الراجل ده كان عنده او بني ادم ده كان عنده السنه موجوده في وقت من الاوقات واتخلعت. هنقراها تاني برده لما تيجي في السلايد. يبقى لما الاقي واحد عنده سنه ناقصه ده ممكن يكون الكلام ده ترو فعلا، هو عمره في حياته في اي يوم من ايام مراحل حياته ما اتكونت التوث باد، فدي بقت ترو انودونشيا. سواء التوث باد التيث باد كلهم ما كونوش تبقى توتال او بارشل. يا اما سودو يعني لا ده انا لو عملت اكس راي هلاقي السنه موجوده، يبقى السنه دي انفكتد او امبيدد، يبقى دي
كاذبة، ما هي هايبودونشيا كاذبة لأن السنة في الواقع موجودة، أو فولس، لا ده هي حاجة غلط إن أنت تقول أصلا إن هي أنودونشيا. ليه؟ لأن البني آدم ده كان عنده سنته بس خلعها، خلاص خلعها أو راح وقعت منه ديو تو تروما، ديو تو بيريدونتال ديزيز، ديو تو كارز، اتخلعت أي حاجة. طيب يبقى هنا لو حابين نتكلم على الزيادة، قلنا الزيادة 3 حاجات هنتكلم عليهم: بريديسيديوس، سبليمنتال، سوبر ميموري. البريديسيديوس تيس أو ساعات بيسموهم برضو النيتال تيس، يعني السنان بتاعت إيه الولادة. البريديسيديوس تيس أو النيتال تيس دي تعتبر حاجة رير إن إحنا نشوفها. بيحصل فيها إيه؟ بيكون عندي أكسسوري تو سبوت. كلمة أكسسوري يعني حاجة زيادة، يعني احنا بنستعمل كلمة اكسسوار يعني نقول ايه، حاجة زيادة، الدنيا ماشية من غيرها، العربية هتمشي بالعجل والبيبان والبنزين والكلام ده، لكن بنجيب لها بقى اكسسوار، هنا فانوس، هنا مراية، الحاجات دي تعتبر حاجات اضافية. فهنا عشان كده بيقولوا ايه، ديو تو اكسسوري، يعني حاجة زيادة عن الاساسي او المطلوب، تو سبوت before formation of the enamel organ of the deciduous teeth. يبقى هنا كده عندي الدنتال لامينا كانت نشيطه شويه بزياده قبل ما تديني المجموعه اللي هتديني مجموعه التيث بود اللي بتدي سنان الديسيديوس، تكرمت مشكوره وادت لنا كام واحده اكسسوري بودز قبل ما تكون سنان الديسيديوس. فطبعا هنا بلاقي الطفل ده بيبقى مولود ات بيرث، اول ما الطفل اتولد بنفتح بقه، ايه ده، عنده سنان، او شورتلي افتر بيرث، يعني احنا كلنا عارفين المفروض ان اول سنان بتطلع عليها الايه، بتطلع عند سن 6 شهور. لا ده انا ببص بلاقي من قبل 6 شهور بلاقي بني ادم الطفل ده ممكن يكون ايه، عنده سنان. طب يا ترى في مكان مميز ليها؟ اه بتحصل اكتر في الجزء بتاع المندبل، عند الجزء في المندبل عند الجزء بتاع الانسايزور. مشكلتها ايه بقى؟ مشكلتها ان السنان دي الروتس بتاعتها ما بتبقاش يعني كومبليتلي فورمد، فبالتالي السنان بتبقى ويكلي اتاتشد للجنجرة، السنان دي يا دوب ماسكه في الجنجرة. فاحنا بنخاف ان هو يحصل لها اسبيريشن، ممكن الطفل يبلعها وتروح راحه ناحيه الرئه، ليه؟ لانها مش ماسكه كويس بالروتس، فهي ويكلي اتاتش للجم او للجنجفا يعني، ومفروض ان احنا نميزها عن البريماتيورلي ايربتد ستيوستيس. ساعات في اطفال بيبقوا سابقين عصرهم واوانهم كده، قبل ما يجي 6 شهور بيبقى طالع عنده سنان، ممكن تكون مثلا لاسباب هرمونال او وات ايفر، فانا لازم قبل ما اخد قرار ان انا اميزها عن السنان ايه، الديسيديوس تيس. يعني احنا هنا شايفين عندنا طفل مولود اهو، لسه مولود عنده سنتين، او عنده هنا ده مثلا برضه قبل 6 شهور طالعه له سنه. فاحنا بيهمنا ايه في حكايه النيتال تيس او البريديسيديوس تيس دول، ان هما بنقول هما لوسلي اتاتش للجنجفا، مش ماسكين في الجنجفا كويس، بالتالي ممكن يبلعهم الطفل ويروحوا في الاير ويز، يروحوا للرئه، يعملوا مشكله كبيره. او ممكن وجود السنان، يعني هو ربنا له حكمه في ان السنه بتاعت الطفل بتطلع عند 6 شهور، ليه؟ لان هو مش محتاجها قبل كده. فهنا لو السنان دي موجوده من بدري، ممكن ان هي بتعمل التريشن في التانج، ممكن تخبط في اللسان بتاعت الطفل ده وتعمل له فيه قرح، او كمان الام وهي بتيجي في وقت الرضاعه برضو السنان دي بتبقى مزعجه ليها، ممكن تسبب لها الم during النيرسنج اللي هو الفيدنج عمليه الرضاعه. يبقى طيب يعني، او لو احنا بس محتاجين نتاكد انها سنان بريديسيديوس، او لو احنا اتاكدنا انها سنان بريديسيديوس بنشيلها، لان هي زي ما بنقول بنخاف تتبلع تروح اللانك او تبقى عامله السر في التانج او في الميوكوزا بتاعت الطفل او تاذي الام. طبعا في ناس بتقول ان احنا الطريقه ان احنا نميزها براديوجراف، بنعمل اشعه للطفل ده ونشوف اذا كانت عنده سنان فعلا تانية ولا لا. يعني هنا عندنا هي التريشن موجوده في التانج، هنا لما عملنا اكس راي للطفل ده في السنان الايه، السنان اللي هي اللي انا شايفاها مولود فيها دي البريديسيديوس، لكن الاكس راي مورياني ان انا عندي تي سبوت في سنان هي هتطلع تاني في وقتها، ففي الوقت ده ممكن اعمل اكستراكشن للنيونيتال تيس. فهي طبعا برضو في يعني ناس بتقول بتقيم الوضع، يعني ما بيحبوش يعرضوا الطفل للاشعه، او يعني بيحاولوا يقللوا من الكلام، لكن هي وانس ان احنا اتاكدنا انها سنان، ان في ادي سنان بريديسيديوس وان في سنان ديسيديوس تانيه موجوده، بن على طول لازم ايه نعمل لها اكستراكشن عشان ما تعملش تروما للسوفت تيشو او ما تتبلعش يحصل لها اسبيريشن تروح الرئه. تاني حاجة عندنا هنا حاجة كلمة اسمها supplemental. بص انت لما بتيجي مثلا بيكون واحد صحته مش كويسة قوي، او يعني عايز يبقى حسن صحته، فيقولوا طب خد مثلا انت ما تاكلش مثلا اكل فيه فيتامين سي كتير، طيب روح اشتري من الاجزخانة supplement. supplement يعني ايه؟ يعني supplements الفيتامينات اللي احنا بنجيبها والحديد والزنك والحاجات دي كلها، دي بيسموها supplements. السبلمنتس يعني هي حاجة بالظبط زي الحاجة الطبيعية أنا جايباها عشان أدعم بيها اللي أنا يمكن ما باخدوش في الطبيعي.
فهنا كلمة supplemental يعني حاجة بتدعم، حاجة زيها بالظبط، أو يعني حاجة شبه الطبيعي بالظبط. خلاص ده to supplement، إن هي تزود بحاجة شكل الطبيعي بالظبط. فهنا عندنا ال extra teeth which are morphologically، الكلمة مضايقاك يعني الشيب بتاعها، يعني لو تعبت من كلمة morphologically يعني شكل السنة. morphologically resemble، بتشبه شكلها، بيشبه normal dentition. يعني ايه؟ يعني تلاقي lateral وجنب منها lateral اختها بالظبط، تلاقي lower 5 او lower 8 وجنب منها lower 5 زيه بالظبط او lower 8 زيه بالظبط، ده بسميه supplemental. هنا لو جينا مثلا بصينا، ادي ده شكله canine اهو، خلاص، وده شكله اللاترال، وده شكله ايه؟ سنترال. وده برضو باين من منظره ان هو كاناين، وادي اللاترال وادي السنترال. طب مين ده؟ ده زياده، شكل السنترال اللي جنبيه بالظبط، فبسميه ايه؟ سبليمنتال. تمام. هنا برضو نفس الكلام، لو جينا بصينا ده كاناين اهو، وادي اللاترال والسنترال، كاناين لاترال سنترال، ادي سنترال زياده تاني، فبسميه سبليمنتال. هنا عندنا في الفايف، بص ادي فايف واختها فايف تاني وفايف تاني، ده تبقى برضو اسنان ايه؟ سبليمنت. اتنين لاترال شكل بعض، سبليمنت. اتنين هنا بيبقى عندنا ايه؟ لو احنا لقينا حاجة زي دي، عندنا اتنين سنترال اهو واللاترال والكناين، واحدة زيادة شكل السنترال بالظبط او شكل اللاترال بالظبط، بسميها ايه؟ سبليمنت. المهم يعني تكون مورفولوجيكالي ريزامبل نفس ايه الشكل بتاع السنة اللي جنبها. خلاص. امال ايه بقى السوبر نمري؟ السوبر نمري مختلفين من ناحية ان هما ايه؟ هما اسنان زيادة برضو، بس هما مورفولوجيكالي داز نوت ريزامبل نورمال ديتيشن، شكلهم مش زي السنان ايه الطبيعية. ممكن وده بيحصل اكتر في المكسيلا بنسبة 10 لـ1، يعني احتمال ان انا الاقي فيه سنة سوبر نيمري بتبقى 10 مرات اكتر في المكسيلا عنها ايه في المندبل، واكتر في البيرمننت عن الديسيديوس. السنان دي بقى ليه طب ما قلناش عليها سبليمنتال؟ لان شكلها قلنا مختلفة عن شكل السنان الطبيعية، بتبقى سمول وكونيكال. كونيكال يعني عاملة زي الوتد كده اللي بيثبتوا بيه الخيمة، سمول وكونيكال. وممكن يبقى واحدة أو أكتر، سنجل أور مالتيبل. ممكن يبقى إرابتد في الأورال كافيتي، أو ما كانش فيهم ليهم مكان في الإرابشن، فبنلاقيهم موجودين إمباكتد أو إنفيرتد. يعني لما تصورهم في الأشعة هتلاقيهم كمان مش بس مدفونين في العظم، لأ كمان مقلوبين، اتجاههم مش مظبوط. قالوا اكوردنج للسايت، المكان اللي موجوده فيه السوبر نيورال تيس، هنقسمهم لحاجه اسمها ميزيو دنس. بص سهله، دين ميزيو يعني جاي من ميزيال. لو انت عندك سنه بين تو ماكسيلاري سنترال انسايزر، لو انا عندي سنه في النص هنا ما بين التو ماكسيلاري سنترال انسايزر، هي بالنسبه للسنترال ده ميزيال وبالنسبه للسنترال ده ميزيال، فعشان كده سموها ميزيو دنس. تمام. وممكن تكون ايه؟ ديز تو مولر. ديز تو مولر دي ديستال للثيرد مولر. لو هنا انا عندي ادي كل السنان موجوده الدنتيشن لحد الايت، لو لقيت سنه بعد الايت يعني ديستال للمولر، بسميها ديستو مولر. فاره يعني جنبيها بجوار، خلاص. فهنا عندنا الفاره مولر دول بيكونوا على الباكل سيرفيس بتاعه الايه، غالبا الابر، سواء سكند او ثيرد مولر. يبقى انا عندي 3 انواع: ميزيودنس بين التو سنترال، اسفل بين التو سنترال انسايزرز، في عندي الديستو مولر ديستال تو ثيرد مولر، وفي البارا مولر، ودي بتكون باقة للايه؟ سكند اور ثيرد مولر. تمام. هنا عندنا هي الصوره دي، لو بصينا اهو باينه السنه دي ايه ما بين التو سنترال انسايزرز، وبعدين مش شبه التو سنترال انسايزرز، فدي خلاص من غير ما اعد ولا افكر هتبقى ايه؟ ميزيو دنس. ليه؟ لان شكلها سمول وكونيكال. هنا عندنا سن، ادي الايت، وبعديها ديستال لي لقيت سنه كمان اسميها دي ايه؟ او هنا الايت وادي السنه ديستال لي اسميها ديستو مولر. هنا الابر 6 او 7 وموجود بقى لي السنه الزياده دي اللي هي شكلها مش شكل السنه العاديه، فبسميها فارا مولر. يبقى فارا مولر بقى للابر 6 7 او 8، وال ديستو مولر ديستال للايد. طبعا زي ما اتفقنا ان هي 10 مرات بتيجي اكتر في المجزله عن الايد. ادي شكلها تاني. هنا برضو لا مثلا، طب دي ليه مثلا ما نقولش ان دي، طب ليه يا دكتوره ما نقولش ان دي سبليمنتال؟ ما نقولش انها سبليمنتال لان هي شكلها مش شكل السنترال، ولا شكلها شكل ايه السكس اللي هي جنبها. هي موجوده هنا مش بقى ليها الحقيقه، هي موجوده لينجوال، بس هي كلمه فارا مولر يعني بجوار، موجوده كده لينجوال ايه ليها، بس هنا السنه دي شكلها كونيكال ريجيمنتري، صغيره شويه ضمره يعني، فبسميها فارا مولر. طب ليه بقى البني ادم بيبقى عنده سنان زياده؟
قالوا لي ده بيكون هذات ريتندنسي، ده استعداد وراثي، وده بشوف الاستعداد الوراثي ده كمان بيجي دايما مرتبط اسوشيتد بيز مرضين هندرسهم، واحد هناخده دلوقتي وواحد هناخده مع السوفت اناموليز كليدوكرينيال ديسوستوزز، ومرض تاني اسمه جاردنر سيندروم. هنا عندنا اهو، ادي عندنا بارا مولر، عندنا هنا عندنا السنة دي موجودة شكلها كونيكال ان شيب تبقى ميزيودنس، عندنا هنا برضو سن هي صغيرة جدا موجودة بقل لل 6 او لل 7 فبسميها برضو بارا مولر، وهنا برضو عندنا برضو سنة موجودة ديستال لل 8 فنسميها دي ديستومور، يبقى ده ديستومولر وده بارا مولر وده ايه ميزيودنس. تمام، مهم يعني تفرق معايا ان يكون واحد عنده سنه زياده كلينيكال كونسيدريشن او كلينيكال سيجنيفيكانس، يعني ايه مردود المرض اللي انا عمال ادرسه ده على حاله المريض نفسه. طبعا لما بيكون عندي سنه زياده ده هيكريت ستجنيشن اريا، ستجنيشن اريا يعني اماكن ركود كده هيتحوش فيها الفود دبرز فور ريتنشن اوف فود، اند النتيجه بعد كده هيحصل دنتال كيرز، هيحصل تسويس، ممكن تمنع بريفنت الايربشن بتاعت نورمال توث، ممكن شكلها يبقى مش لطيف، يعني احنا مثلا شفنا صورة زي دي كده ما هياش ايه حاجة جميلة ان احنا نحب نمشي كده، ده شكلها استاتيكالي مش مظبوط. طب افرض هو هيخلع دي مثلا، برضه هيبقى في مسافة كبيرة ما بين السنتين، هتعمل لي داست ما يعني فراغ ما بين ايه التو ابر سنترز، فده برضه كل ده حاجات دي تبقى استاتيكالي يعني من الناحية الجمالية مش جميلة يعني. برضو ما ان شاء الله ناخد شابتر 6 هنعرف لما بيكون عندي، احنا اتفقنا لما اتكلمنا على السوبر نيوريتيز قلنا انها ممكن تكون ايربتد ظاهره عندي في الاورال كافيتي او امباكتد محشوره جوه في الجو، اما نوصل لشابتر 6 ان شاء الله هنعرف ان السنان الامباكتد ممكن بيتكون حواليها سيست، السيست ده بيسموه دنتجر سيست، فلو انا عندي سنان امباكتد ده بيزيد احتماليه ان يتكون حواليها كيس، السيست ده ما هو الا باثولوجيكال كافيتي كيس مرضي بيحصل حوالين ايه السنان اللي بتكون امباكت. احنا اتفقنا ان السوبر نيوميريتيز موجوده اكتر في مرضين، مرض اسمه كليدوكرينيال ديسوستوزيس او كليدوكرينيال ديسبليجيا، ومرض تاني اسمه جاردنر سيندروم. هنا احنا هنحاول نعرف من الاسم كل اللي نقدر عليه، كليدو يعني كلافيكل، كرينيال يعني البون بتاعه السكال، ديس يعني مال اور باد او مال فورميشن، بليجيا يعني مال فورميشن، او ساعات يقولوا عليها ديسوستوزيس يعني المشكله على مستوى العظم يعني مالفورميشن في العظم. ده مرض وراثي بيحصل فيه ديفيشنت جراس في البونز اللي ديفلوب ان ممبرين، انت لو فاكر برضو ما كنت بتاخد جنرال هيستولوجي كان بيقول لك الجراس بتاع البون في بونز بتديفلوب ان ممبرين وفي بونز بتديفلوب ان كارتلج، فهنا عندنا البونز اللي بتديفلوب ان ممبرين زي الكرينيال فولت السكال من فوق، زي المجزلة، زي المندبل، زي الكلافيكا اللي هي عظمه الترقوه دي، دول كلهم يا اما بيكونوا هايبوبلاستيك، هايبو يعني قليل وبلاستيك يعني فورميشن، فهايبوبلاستيك دي يعني لو حبيت اقولها بكلمه اسهل هقول اندر ديفلوبد، تمام، اور ابسنت. في بقى بعد كده ناس قالوا لا ده حتى كمان مش بس الممبرين البونز اللي بتجرو ان ممبرين، ده البونز اللي بتجرو في الكارتليج برده بتكون افكتد. طب المرض ده ايه سببه؟ قالوا سببه وراثي زي ما اتفقنا، سببه جين اسمه ران اكس 2. الران اكس 2 ده بيكود، انتوا عارفين ان كل جين بيترجم لبروتين، فبيكود فور بروتين، البروتين ده اسمه ترانسكريبشن فاكتور، ترانسكريبشن فاكتور زي ما تروح مثلا حد يكتب، الدكتور يكتب ترانسكريبشن اوردر عشان يتصرف لك دواء معين، فده ترانسكريبشن فاكتور بيدي اوردر ان يتكون بروتين، البروتين ده يعني انفولفد او داخل او مسؤول عن يعني داخل مسؤول مع غيره يعني في ان يحصل differentiation of osteoblast and bone formation. يعني ايه differentiation of osteoblast؟ احنا عارفين ان الخلايا بتاعت الجنين بتبقى مش متخصصه، حتى دايما ايه نقول للتسهيل بنشبهها زي الطالب اللي في المدرسه، الطالب اللي في المدرسه ده كل الطلبه اللي مثلا موجودين في ثالثه اعدادي ولا في اولى ثانوي كلهم زي بعض، بعد كده هنيجي نقول لا احنا هنميز شويه نقول لكم انتوا هتبقوا ادبي، ونميز شويه نقول لهم انتوا هتبقوا علمي، وبعدين بعد كده هندخلهم الجامعه فهنميز شويه نقول لهم انتوا بنأهلكم تبقوا محاميين، وانتوا بتأهلكم تبقوا دكاتره، وانتوا بنأهلكم تبقوا مهندسين وهكذا. فهنا دي اسمها ايه الديفرنشيشن. نفس الكلام في الخلايا بتاعت الجسم، خليه الجنين بتكون يعني مش متعلمه يعني او مش متوجهه ناحيه توجه معين، بعد شويه بيحصل لها ديفرنشيشن بتتخصص بتتميز
بتطلع بروتينات معينة وإشارات معينة تخليها تكتسب صفات معينة عشان تعمل الوظيفة المطلوبة منها بعد كده. فالإشارات أو الحاجات المسؤولة إن يحصل ديفرنشيشن أو تمييز لخلية إنها بعد ما كانت عادية أو يعني زي الباقيين كلهم هتتميز إنها تبقى أوستيو بلاس، دي بتكون فيها مشكلة، وبالتالي تكوين العظم بيكون فيه مشكلة. كمان لو النيران اكس 2 ده بيبقى له دور في الابيثيليال ميزينكايمال انتر اكشن، يعني انتم برضو عارفين لما كنتوا بتاخدوا الانامل اوردر كان بيقول لك ايه، لما بيكون بتسكتيه الاميلوبلاست وجنب منها الاودونتوبلاست، ان هو علشان يحصل الديفرنشيشن ان وجود الاميلوبلاست ده بيبقى له رول ان الاودونتوبلاست تبتدي تنتج الدنتين، ولما بينتج الدنتين ده بيبتدي ياثر على الاميلوبلاست عشان تكون الانامل. يعني في زي نوع من التفاعل او الانتر اكشن ما بين الابيثيليوم والكونكتيف تيشو في مرحله الانامل والدنتين في فورميشن اللي هي في الانامل اورجن. فهنا الجين ده كمان بيأثر او بيفرق في الابيثيليال ميزينكايمال انتر اكشن ذات كنترول البروجريسيف توث مورفوجينيسيس. مورفوجينيسيس يعني مورفو يعني مورفولوجي الشيب، وجينيسيس فورميشن تكوين شكل السنه، والهيستو ديفرنشيشن انها تتميز الهيستولوجي بتاعها لانامل ودنتين للانامل اورجن. ده دور الران اكس جين اللي فيه مشكله في الكريدوكرينيال ديسبليجيا. هنا بيوريك يعني زي دايجرام كده خفيف بيورينا ازاي ان الجين ده بيعتبر كترانسكريبشن فاكتور، قلنا يعني ازاي بيدي اوردر كده لجينات تانية بحيث ان هي تخلي الخليه اللي هي الستام سيل، خليه جذعيه، خليه مش متميزه، خليه زيها زي غيرها، لا دي هتبتدي ان هي تكتسب الصفات اللي تخليها اوستيوبلاست او خليه بتكون عظم. طب بيهمني بقى ايه الاورال كلينيكال مانيفستيشن بتاعت الكريدوكرينيال ديسبليجيا. المجزله بتبقى نارو صغيره وفي شيبت، في شيبت وهاي ارشت، يعني لو بصيت على البيشنت يعني هاي ارشت فلت، يعني لو بصينا على حلق المريض ده بنلاقي ان الحلق بتاعه بدل ما هو احنا كلنا الحلق بتاعنا فيه شيء من الارش كده، لا هو الفلت بتاعه هيبقى عامل شويه زي التاور كده، زي البي شيب، زي حاجه هرميه مدبب عالي قوي لفوق، هاي ارشد باليت. سنانو ديزيديوس هيحصل لها ديليت شيدنج، هتبقى ريتيند، طب هيروح للدكتور يخلع حاله، برضه هيلاقي اسنانه البيرمننت بتحصل لها ديليت ايربشن، هيبقى عنده اسنان كتير مالتيبل ان ايربتد، ما هماش ايربتد سوبر نيمريتيس. سنان طيب وشويه السنان هيطلعوا شكلهم ايه؟ هيبقوا برضه شكلهم غريب مش مظبوط، شكلهم زي الوتد، شكلهم كونيكال ان شيب. ادي هنا عندنا البيشنس دول بيورونا ان هما ازاي عندهم مشكله هنا ايه في الكلافيكل. احنا قلنا كريدوكرينيال ديسبليزيا في مشكله في عظمه الترقوه، دي عظمه الترقوه اللي هي بتبقى عظمه الترقوه اللي هي بتبقى واخده من عظمه القص اللي في النص ده اللي هي الاسترنم، وواصله ده جايه في مع مفصل الكتف هنا، العظمه اللي بتبقى موجوده بالعرض هنا دي. هنا عندهم مشكله في العظمه اللي موجوده بالعرض دي، مش موجوده او صغيره، فده بيدي فرصه للعيان زي ما انتم شايفين يقرب قوي ايدي كتافه مع بعض. ليه؟ لان العظمه اللي واقفه بالعرض دي مش موجوده، يعني هي المفروض في عظمه هنا موجوده المفروض تبقى واقفه بالعرض كده ما بين عظمه القص دي وما بين وده جاي عند الكلافيكل، لا هنا مش موجوده او صغيره حجمها هايبوبلاستيك. تمام، فالعيان كان ابروكسيميت هيز شولدر، بيعرف يقرب الكتاف بتاعته من بعضها. نرجع تاني بقيه الاورال مانيفستيشن، احنا قلنا السنان في عندي ريتيند ديسيديوس، عندي delayed eruption of permanent، عندنا multiple impacted supernumeraries، عندنا سنان شوية سنان طلعت شكلهم conical، بيكون فيهم برضو لخبطة في الشيب بتاعهم بنسميها gemination، هنتكلم عليها مع الابنورماليتيز بتاعة الشيب إن شاء الله في الجزء الثاني من المحاضرة دي. عنده enamel hypoplasia، يعني في مشكلة برضو في تصنيع الانامل، يعني defect في الستراكشر بتاع الانامل، هايبو قليل وبليشيا انفورميشن، دي برضه في الجزء التاني من المحاضرة دي هنتكلم على دول الاتنين بالتفصيل. السنان الان ايرابتد دي لو ما بنشوفها في الأشعة بنلاقي الروتس بتاعتها هوكت، هوكت يعني ملوية، عاملة زي الهوك كده زي الخطاف، ما فيهاش سيلولر سيمنتم، لاك اوف سيلولر سيمنتم. بيكون عندنا هنا ايه مالتيبل ادنتجر سيست، احنا اتفقنا لما بيكون في سنان انفكتد او يعني موجودة مدفونة جوه العظم الفك ده يعني بيحفز ان يحصل حواليها pathological cavity اللي انا بسميها dentigerous cyst. ادي هنا طبعا بيوريك ازاي العيان كان شكله ايه، عنده سنان كتير، سنان في سنان موجوده erupted بس بتكون conical in shape، وسنان كتير قوي impacted، وازاي ان هم طبعا هيعملوا هنا اشكال من اشكال التقويم، هيخلعوا حاجات
بيسحبوا حاجات تانية تبان في الأورال كافيتي. هنا ده شكل البيشنت في الإكس راي أهو. لو أنا جيت بصيت على فكرة العيان ده يعني يعتبر من الحالات اللي نقدر نصنفها برضه زي ما هنتكلم على الأنودونشيا كمان شوية، اللي هو نقص السنان، تعتبر سودو أنودونشيا يعني نقص في السنان كاذب. لأن أنت لو جيت بصيت يعني تخيل لو إحنا عملنا خط كده وقلنا لحد هنا، ده باين في الأورال كافيتي. اللي موجود في الأورال كافيتي إيه؟ إن هو عنده سنان ناقصة. هتعد هتلاقي سنان مش موجود، لكن انت لما تعمل اشعه هتلاقيهم كلهم موجودين اهم بس انفكتد. يبقى ده بسميها تعتبر هي حاله، هي صحيح باخدها مع السوبر نيوريتيس ان هي هايبر دانشيا، لكن هي كلينيكالي لو انا العيان قاعد قدامي على الكرسي هحس ان هو عنده ايه؟ بالعكس ده عنده سنان ناقص. يعني لو جينا بصينا كده هنلاقي ان في عندي كل دي سنان ناقصه، عندي سنان ناقصه، ده بس مش حقيقيه، فبنسميها سودو انودونشيا. لكن احنا بندرس عشان ما نحصلكش لخبطه، بندرس دايما الكليدوكرينيال ديسبليجيا مع السنان الاكسترا، زياده سنان زياده اللي هي سوبر نيمري تيز. تمام. طب لو جينا نتكلم بقى على النقص، لسه كنا بنقول النقص اسمه هايبودونشيا نقص او انودونشيا يعني ما كونتش السنان. ممكن انودونشيا دي تكون بارشال انودونشيا تكون ترو، قلنا ترو يعني هنستنى التوس باد ما كونتش. سودو السنة موجودة بس انفكتد مش قادرة أشوفها في الأورال كافيتي بس موجودة مدفونة في العظم. فولس يعني السنة كانت موجودة في مرحلة من مراحل الحياة بس حصل لها اكستراكشن بعد كده. التوتال أنودونشيا نقص السنان كلها تماما مفيش سنان، ده بيبقى موجود بيحصل بيجي مع مرض اسمه هيريديتري ابتدرنال ديستيجيا أو ممكن يجي بدون هذا المرض. طيب التوتال أنودونشيا زي ما اتفقنا بتبقى دايما لما يقول لك اديني مثال لمرض بيحصل فيه توتال أنودونشيا. المرض ده كان يعني زمان بنسميه كتير ستريتر سيندروم ولسه بنسميه كده، بس الحقيقه اغلبيه الكتب الجديده بتسميه باسمه العلمي هيريديتري اكتوديرمال ديسبلاسيا. هيريديتري يعني هو مرض وراثي، اكتوديرمال يعني افكتنج كل الاستراكشرز اللي طالعه من الاكتوديرم، وديسبلاسيا قلنا ديس يعني مال اورباد، وبليجيا فورميشن يعني مال فورميشن. ده هيريديتري ديفكت افكتنج كل الاستراكشرز اللي طالعه من الاكتوديرم. ايه الاستراكشرز بقى اللي طالعه من الاكتوديرم؟ الجلد، سكين، وملحقاته اللي هو الشعر، الهير، السويت جلاند، الغدد العرقيه، والسيبيشس جلاند، الغدد الدهنيه، وبالنسبه لنا في الاورال كافيتي السنان، التيث، وكمان السليفري جلاند. المرض ده لقوه سكس لينكد. يعني ايه سكس لينكد؟ يعني متشال على الاكس كروموزوم. عشان كده بتلاقي المانيفستيشن مختلفه ما بين الميلز والفيميلز، بتلاقي المانيفستيشن بتبان اكتر في الميلز لان الميلز زي ما احنا عارفين عنده ايه؟ واحده بس اكس كروموزوم. الكونديشن دي بتبقى زي ما اتفقنا اعراضها باينه اكتر في الميلز. الجلد بلاقيه ماله؟ الجلد بلاقيه رفيع، thin، smooth and dry. smooth و dry يعني ناعم قوي ورفيع، و dry ليه؟ ناشف الجلد عشان ما فيهوش غدد دهنيه. عارفين احنا ما بيجي الشتاء نقعد نحط كريمات ليه؟ علشان نزود الماده الدهنيه اللي موجوده على الجلد بتاعنا. فهو اصلا ده، لكن احنا لا ما مش محتاجين ده قوي لان احنا يعني مش لازم نعمل كده، ده روتين لان هو اصلا ربنا عمل لنا غدد دهنيه بترطب الجلد بتاعنا. فهي لكن هنا العيان ده باستمرار جلده بيبقى ناشف علشان ما عندوش غدد دهنيه. بيكون ما عندوش غدد عرقيه، ما بيعرقش، وطبعا ده بيعمل لي ايه؟ هيحس بالحر شديد قوي. يعني احساسك يعني العرق ده بيريجوليت، انتوا عارفين ان الاسوات بيريجوليت البادي تمبريتشر، يعني العرق بيكنترول او بيظبط كده درجه حراره الجسم. لما بيكون الدنيا حر احنا بنعرق عشان نخفض درجه حراره جسمنا. فلما بيكون العيان ده ما عندوش غدد عرقيه هو ما بيقدرش يخفض درجه حراره جسمه، وبالتالي بيحس ان هو حران او بيحس ان درجه حرارته عاليه. وطبعا برضه زي ما اتفقنا ان الحاجات دي كلها مش بتلاقي العيانين كلهم بنفس الدرجه، في ناس ان هيدروز ما عندوش غدد عرقيه خالص، او هايبو هيدروز عنده نقص في الغدد العرقيه. وبعدين بيكون عنده الهير فوليكل ديفكتيف، يعني برضه ايه البصيلات بتاعه الشعر بتبقى قليله، فما عندوش شعر او شعره خفيف. وفينجر نيلز ديفكتيف، الضوافر برضه بتبقى متاثره زي ما احنا شايفين الطفل ده باين اهو ان هو شعره خفيف، مفيش رموش مش موجوده. كل ده ليه؟ لان هو عنده ديفكت موجود في الاستراكشر اللي طالعه من الاكتوديرم اللي هي منها ايه؟ الهير. طيب لو احنا بقى ما بنسالك تحديدا قول لي اورال مانيفستيشن، ما تروحش تذاكر اي تحط اي حاجه، عايزين بس الاورال مانيفستيشن. يبقى لو انا بسالك المانيفستيشن عموما ممكن تتكلم على الشعر وتتكلم على السكن، تتكلم على السبيشس جلاند وكل حاجه. لو انا بسال بقى على الاورال تحديدا
عايزك تقولي ان السنان ممكن تكون يا مش موجوده خالص توتال انودونشيا وعددها قليل بارشال انودونشيا. طب شويه سنان هيطلعوا يبقى شكلهم كونيكال ان شيب، شكلهم زي الوتد كده مش مظبوطين. الفلت برضو بيكون هاي ارشد واحيانا يكون كليفت فلت، يبقى وهنا عندنا كمان ان هو العيان ده عنده ايه، زيرو ستوميا. زيرو ستوميا يعني ايه؟ اللي هو دراي ماوث. بيجيله ليه دراي ماوث؟ علشان السليمري جلاند بتاعته فيها هايبوبليجيا. هايبوبليجيا يعني متكونه قليل، ما عندوش سليمري جلاند كتير. طبعا هنا انت برضو بتلاحظ ايه، ان احنا لما بتشوف واحد كبير في السن خلع سنانه كلها بتحس ان وشه اتطبق شويه. ليه وشه بيتطبق؟ ان عدم وجود السنان بيخلي الالفلر بروسس، الحته العظم اللي شايله السنان دي، بتقل في الارتفاع بتاعها. فالطفل ده من الاصل ما كانش عنده سنان او ما كونتش عنده سنان، فبالتالي الالفلر بروسس بتاعه بيكون ايه، قليل في الهايت. فطب اللبس هيجرالها ايه؟ فهتلاقي ده نتيجه ان كميه العظم بتاعت الالفلر بروسس قليله، الشفايف بتبتدي تبرز لبره، تبقى بروتيوبرنت. علشان ايه؟ due to mid face hypoplasia، لان الجزء الوسط بتاع الوش اندر ديفلوبت. اهي ادي عندنا هنا السنان اللي هي موجوده عنده قليلين هايبودونشيا، وممكن تبقى توتال انودونشيا مفيش سنان خالص. وهنا عندنا حتى السنان طلعت شكلها كونيكال ان شيب، هنا بيوريك طفل من غير سنان خالص ايه، ومركب طقم. هنا ادي شكل السنان هايبودونشيا عددها قليل وكمان شكلها كونيكال ان شيب. يبقى تاني بنعيد السلايد الكلام اللي احنا قلناه في كذا مره، ان نقص السنان ممكن يكون ده حقيقي ترو انودونشيا. السنان عمرها ما اتكونت، ما كانش فيه توث باد، الابسنت تيس فيلد ديفلوب، لم تتكون. لم تتكون ليه؟ ممكن تكون اسباب وراثيه، ممكن تكون اسباب انفايرمنتال. انفايرمنتال يعني في البيئه المحيطه بالجنين والسنان وقت ما كانت بتتكون، او الطفل. ما انتوا عارفين ان في جزء يعني عدد من السنان بيتكون برضو بعد الواحد ما بيتولد، السنان بيرمننت بتتكون في الطفل. البيئه اللي كانت محيطه بالسنان دي وهي بتتكون اتعرضت لمشكله، زي ايه؟ زي يكون التوث باد وهو بيتكون خد خبطه، خلاص خد خبطه شديده جدا، فالتوث باد ده وقف خلاص، مات، ما بقاش، ما قدرش يطلع سنه. ده برضه اسميه ترو انودونشيا، لان التوث باد ما طلعش سنه. تمام. حصل انفكشن. ساعات بتلاقي كتير قوي مثلا ناس تقول لك ده سنان دي سيدي، بس يا عم مش مشكله، كبر دماغك مش هنعالجها. فيكون الطفل ده عنده سنه فيها دنتال بروبلم مثلا في اي تحت منها الفايف، التوث باد بتاع الفايف موجود، فيسيبوه بالابسس بتاعه بالمشكله اللي هو فيها دي، فالنتيجه ان التوث باد بتاع الفايف اللي تحت الاي يموت او ما يقدرش ان هو يطلع سنه، وبالتالي ايه، يبقى عنده نقص سنه ترو انودونشيا. ليه؟ لان السنه لم تتكون اصلا، التوث باد ما قدرش ان هو يطلع سنه. راديو ثيرابي. راديو ثيرابي يعني العلاج الاشعاعي. ساعات لا قدر الله بعض الاطفال بيكونوا عندهم بعض اورام خبيثه، فبيضطروا ان هم يدوهم ايه، علاج كميه اشعه. فعلاج الاشعاعي ده لو جه بيبقى موجه للحته اللي فيها الورم، يعني لو الحته اللي فيها الورم دي فيها سنان توث باد بتتكون، ده برضه ممكن ياثر على نمو هذه التوث باد، فبالتالي ما تديش سنان اصلا. كل الحاجات دي انا بعتبرها ترو انودونشيا. ليه؟ لان يا اما ما كانش فيه توث باد من الاصل، يا اما التوث باد ما طلعش سنه من الاصل، عمر ما كان فيه سنه خالص، فسميها ترو انودونشيا. لكن السودا انودونشيا السنه موجوده لكن ايه، فيل تو ايربت، السنان كلينيكالي ابسنت، وهو قاعد العيان قدامي على الكرسي ما عندوش السنه، لكن السنه موجوده، فيل تو ايربت موجوده بس ما حصلهاش ايربشن. لما صوروا بالاشعه هلاقي السنه امبيدد او امباكتد، وفي فولس انودونش يعني واحد كان عنده السنه بس السنه بعد كده ايه، خسرها، يا اما خلعها، يا اما مثلا واحد حصلت له حادثه كبيره وايه، وراح مثلا السنان وقعت في الخبطه دي. تمام. هنا لو تاخد بالك كلمه تروما هنا مختلفة عن تروما هنا. هنا التروما أثرت على التوث باد، خلت إن التوث باد أصلا ما طلعتش سنة، فلم تكن هناك سنة خالص، عشان كده سميتها ترو أنودونش. هنا التروما حصلت لسنة كانت موجودة في الأورال كافيتي، واحد كان عنده سنان وعادي بيجري بيجري، وقع اتخبط خبطة كبيرة جدا، سنته اتكسرت ومبقتش موجودة، أسمي الكلام ده فولس أنودونش. لكن واحد كان بيجري واتخبط، طفل صغير مثلا عنده سنتين، عنده ثلاثة، عنده أربعة، اتخبط ولدرجة ان الانامل اورجان بتاع السنان البيرمننت اتأثرت، ده ما سميهوش بقى سودو، ده سميه ايه، ترو. هو اصلا الانامل اورجان هو اللي باظ او فسد او قدر ما قدرش ان هو يطلع لي سن، فسمي الكلام ده ترو انودونشيا. لكن لو وسببها تروما،
لكن لو انا بعد ما كانت السنه موجوده عندي في الاورال كافيتي تعرضت لهذه ستروما بحيث فقدت السنه، بسمي الكلام ده فولس انودونشيا. البارشال انودونشيا اللي هو غالبا بتيجي في اللاترال وبتيجي في الابر 8 عموما يعني واللور 5، وده في السنان البيرمنت. في ديسيز بس اللي هو اكتر بتيجي في المانديبولار انسايزرز. يبقى لو احنا جينا هنا مثلا سلايد زي دي او اشعه زي دي هتبص عليها هتقول اه دي سودو انودونشيا. ليه؟ انت لو عديت كده هتقول اه الراجل ده ما عندوش مثلا 8 او 7 السنه الاخيره دي مش موجوده عندك كلينيكال، لكن لما تعمل اشعه هتلاقيها. يبقى ده انودونشيا كاذبه لان السنه موجوده فعلا بس فيلد تو ايربت، بسميه سودو انودونشيا. طبعا صوره زي دي عشان انا اقول انها فولس انودونشيا يعني مش الصوره لوحدها بصراحه مش كفايه. ليه؟ ادي سنترال وادي كاناين، هيجي حد يقول لي مثلا ايه او فين امال اللاترال الموجود هنا او هنا فين اللاترال الموجود. يعني انا لما اقول لك دي تو انودونشيا لان هو فعلا العيان ده ربما ان هو يكون هنا مثلا كان عنده لاترال فعلا ميسنج، عمره في حياته ما ظهر عنده لاترال، عشان اقول عليها تو انودونشيا يبقى فعلا البني ادم ده عمره في يوم من ايام ما كان عنده لاترال خالص، لان التو سبوت بتاع اللاترال ما تكونش او ما قدرش يدي لاترال عشان اسميها تو انودونشيا. طبعا دي حاجه الصوره لوحدها مش هتعرفها لي، يعني لازم اخد هيستوري من العيان، يعني ما ممكن كان عنده لاترال هنا وخلعه صح، لكن لو انا اتاكدت ان هو كانت دي حالته طول عمره يبقى اسمي دي تو انودونشيا. تمام. الابنورماليتي بتاعت السايز بقى سهله، بنسميها مايكرودونشيا. يبقى احنا كده خلصنا الحاجات بتاعت العدد بالزياده او بالنقصان، هنتكلم على السايز. مايكرودونشيا يعني ان السنان تكون حجمها صغير، مايكرو، او السنان حجمها كبير، ماكرو. خلاص ما تلخبطش بقى ما بين الهايبو، الهايبو يعني نقص في العدد، والهايبر زياده في العدد، لكن المايكرو الحجم صغير، الماكرو الحجم كبير. خلاص يعني افتكرها كده مثلا بالمايكروسكوب بنشوف بيه الحاجات الصغيره. اوكي طيب نيجي هنا عندنا الابنورمالتي بتاعت السايز، ممكن تكون مايكرودونشيا يعني ابنورمالي سمول تيس، سنان اصغر من الطبيعي. دي ممكن تكون ترو حقيقيه فعلا السنان اصغر من الطبيعي وجنرالايز في كل السنان. بيقول لك كل السنان في البوث ارش المكزيلا والماندبل سمولر ذان نورمال، اصغر من الطبيعي. طب وانا عرفت منين يعني انها اصغر من الطبيعي؟ بيكونوا هم عاملين زي جداول كاتبين فيها الرينج بتاع حجم السنان الديسيدوس. عارف لما انت كنت بتاخد دنتيشن وانت في سنه اولى كان بيجي يقول لك وانت بترسم السنان او بتعمل لها كارفينج ان مثلا السنه دي اعملها كذا مليمتر مثلا. ليه؟ لان هو ده بناء على احصائيات طلعوها ان السنه دي حجمها بيتراوح ما بين كذا وكذا. فهنا هنلاقي ان السنه فعلا حجمها اقل من المتعارف عليه الحجم بتاعها، وده بيكون ممكن يكون سببه بيتويتري دورفيزم، يعني اللي هو قزم، يعني ان انتوا عارفين غدة البيتويتري جلاند بتتحكم في الحجم، بتطلع الجروث هرمون بتتحكم في الحجم، فهنا العيان عنده قزم فمش هيبقى قزم في كل حاجه واسنانه لوحدها كبيره، تبقى كل حاجه فيه صغيره، فده بسميه ترو جنرالايز. ممكن تبقى ريلاتيف جنرالايز. ريلاتيف جنرالايز يعني نسبيه، يعني ايه؟ يعني السنان حجمها عادي صحيح بس العيان ده عنده لارج رو، العيان ده وارث من واحد من الابوين ان الفك كبير فالسنان حجمها عادي، فانت تبص لها كده يتهيأ لك ان السنان صغيره. زي بالظبط ايه؟ انا مثلا هجيب كرسي كراسي احطها في اوضه او في مكتب او كده، الكراسي حجمها عادي جدا طبيعي لكن المكتب واسع قوي بزياده، فاللي هيدخل هيتهيأ له ان الايه الكراسي دي صغيره، فده بنسميه ايه؟ ريلاتيف يعني نسبي، جنرالايزد في الكل بس نسبيا. وده زي ما بقول لكم بيلعب فيه دور في الوراثه، ممكن يكون ورث من حد من الوالدين حجم الفك الكبير. ادي شكلها السنان لو هي كلها صغيره مايكرودونشيا جنرالايزد. هنا بقى ممكن يكون عندي حاجه بقى ايه لوكالايزد، يعني مش كل السنان، زي ايه؟ زي اللاترال ده. اللاترال ده ظريف تحطه زي الجوكر كده، حطيته في السبلمنتال صح، حطيته في البارشال انادونشيا اوكي، حطيته في المايكرودونشيا يعني اللاترال ده يا اما يكون مش موجود يعني، او من الحاجات الشائعه انها تكون مش موجوده، او بالعكس تكون سبلمنتال يعني في اتنين جنب بعض شكل بعض، او انها تكون موجوده بس حجمها صغير زي البيك شيب لاترال بيك، قلنا زي الجوتت بتاع الخيمه كده. تمام. فهنا بيكون عندي اللوكالايزد مايكرودونشيا ممكن بتيجي في سنه او مجموعه من السنان لوكالايزد متحدده بعدد محدود، يا اما بيكون في اللاترال يا اما بيكون الايت سواء الابر او اللور، وساعات تبقى في مجموعه من السنان
وغالبا يعني نص الفك في ناحية، وده بيجي في مرض اسمه فيشيال هايبوبليشيا. فيشيال هايبوبليشيا في ناس بتبقى الأسباب ما وصلولهاش بشكل دفنت، عندهم نص وشهم وأحيانا نص جسمهم خالص، نص الجسم مثلا الناحية الشمال أو الناحية اليمين أصغر من الطبيعي، فده بيكون ساعتها هذه الناحية اللي فيها مشكلة بتكون فيها المايكرودونشيا دي. أنا عندي المايكرودونشيا يا إما تكون ترو، يا إما تكون ترو وجنراليزد، يا إما تكون ريلاتيف وجنراليزد، يا إما تكون واخدة بعض أسنان بس فبسميها لوكالايزد. طب الماكرودونشيا نفس الكلام، الماكرودونشيا يعني أسنان كبيرة، يا إما تكون ترو جنراليزد كل السنان أكبر من الطبيعي. عرفتي منين؟ جبت الجداول، قست المقاسات بتاعة السنان، أيوة أكبر من الرينج الطبيعي المتعارف عليه. طيب يا إما تكون ريلاتيف جنراليزد، يعني السنان حجمها عادي بس الفك هو اللي صغير، ورثت من حد من الوالدين فحجم الفك صغير. نفس الفكرة بتاعة الأوضة دي، جبت مكتب ضيق قوي وحطيت فيه كراسي عادية جدا، فاللي بيدخل يقول يا كراسي دي كبيرة على المكتب. فده نفس الكلام هنا، إن هنا عندنا الجو هو اللي صغير، فبيديني إحساس إن السنان كبيرة رغم إنها في الواقع عادية، فعشان كده بيسموه نسبيا ريلاتيف جنراليزد. يا اما تكون موجوده في بعض اسنان بس لوكالايزد، لو جت في سنه واحده غالبا الكلام ده بيحصل في السنترال والكاناين واللاترال برضو، بس شوف كتبت لك اللاترال فين ثالث احتمال، يعني لو حد قال لك ايه اكتر سنان ممكن تبقى اكبر من الطبيعي، السنترال والكاناين. لو بقى قال لك قول لي واحده كمان تقول له اللاترال، لكن ما تديش ان انا اقول له اللاترال هو بيبقى يكون اكبر حاجه، هو السنترال والكاناين هي الحاجات اللي ساعات بتبقى كبيره قوي، والايد كمان زي ما بيكون احيانا صغير قوي برضو بيكون اكبر من الطبيعي. ممكن يكون في يونيلاترال مايكرودونش، يعني مجموعه من السنان في ناحيه من مثلا الناحيه الشمال او الناحيه اليمين اكبر، ده برضو بيحصل في مرض راسي اسمه هيريديتري فيشيال هيمي هايبرتروفي. هيمي يعني نصفي، وهايبرتروفي يعني زياده في الحجم. تمام كده احنا خلصنا الابنورماليتيز بتاعه النمبر والنمبر والسايز، وإن شاء الله نكمل الأبنورماليتيز بتاعة الشيب والستركتشر في الجزء الثاني من المحاضرة.